الخزان اللي عندي. اول سلايد بيقول لك ان احنا عندنا ممكن اقسم الخزانات لنوعين، يا اما تبقى للشيب يا اما تبقى للبوزيشن بتاع الخزان. طبعا تبقى للشيب، فعندنا انواع من الخزانات، ممكن الخزان ده يكون ريكتانجولار تانك، سواء الارضيه بتاعته مربعه او كانت الارضيه بتاعته مستطيله، يعني الارضيه مربعه والارضيه مستطيله، فده بنسميه ريكتانجولار تانك. وده بتكون الحوائط بتاعته يعني محاط بجميع الحوائط، يعني اربع حوائط عندي والارضيه. اما في حاجه اسمها الاوبن شانل او الاوبن شانل هوريزونتال بيم، زي انت ما شايف في السلايد عندك على ايدك اليمين، فتلاقي ان عندك الاوبن شانل ده عباره عن حيطين وارضيه والجنبين التانيين مفتوحين، وعندك السيركولار تانك اللي هو الخزان الدائري، يعني حوائط الخزان بتكون دائريه. ده طبقا للشيب بتاع التانك. لكن لو طبقا للبوزيشن بتاع التانك، فتلاقي التانك ده اليفيتد، يعني اليفيتد تانك يعني معلق على اعمده، يا اما ريستد يعني التانك محطوط على الارض، او اندر جراوند يعني الخزان ده تحت الارض، وممكن يكون تحت الارض بمسافه او تحت الارض مباشره. وطبعا الاستاتيكال سيستم بيختلف من نوع لنوع من الخزان حسب ما هو البوزيشن بتاعه فين. اكيد في الليفيت التانك بيبقى في وانا بحسب اللود بحسبه بطريقه معينه. الريست التانك لا، ده انا كمان في تاثير رد فعل التربه لازم اخده في الاعتبار، اللي هي الاف جروس، وهنشوف هناخدها ازاي. لما يكون عندي اندر جراوند تانك لا، ده انا في حاجات تانية عندي لازم اخدها في الاعتبار، وهي الارث بريشر اللي هو تاثير التراب اللي موجود حوالين داير الخزان ان هو ده اندر جراوند، وكمان اللي هو المياه الجوفيه اخدها معايا في الاعتبار. فده بس يعني وانا بصمم لازم اخده في الاعتبار وابدا اصمم عليه لما يكون الخزان عندي اندر جراوند، وكل حاجه هناخدها بالتفصيل وقتها. طيب لما نيجي نتكلم بقى على ازاي ايه انواع الاستاتيكال اكشن بتاع الخزان ووتر تانك، انا ممكن اقسم الخزانات طبقا للاستاتيكال اكشن لعباره عن ثلاث انواع، يا اما هو اوبن شانل، يا اما هو ريكتانجولار تانك، يا اما هو سيركولار تانك. الريكتانجولار تانك زي ما انت شايف ده سواء كان ريستد او اندر جراوند او اليفيتد، هو المهم ان الخزان كشكل هو عباره عن ريكتانجولار. السيركولار الخزان كشكل عباره عن دائري الحوائط بتاعته. لكن الاوبن شانل ده زي ما انت شايف ممكن تكون اوبن شانل عاديه وزاوت هوريزونتال بيم، وفي اوبن شانل ويز هوريزونتال بيم، والاشكال واضحه عندك ايه اللي هو ويز توب هوريزونتال بيم وايه اللي ويزاوت توب هوريزونتال بيم، وهنعرف امتى نستعمل ده وامتى نستعمل ده. و الفرق ما بينهم ان الويز ويز توب هوريزونتال بيم، معلش استاذنكم هي بس في السلايد مكتوب الويست توب هوريزونتال بيم عكسي، يعني هي المفروض الويست توب هوريزونتال بيم تكون الثانيه اللي عليها هوريزونتال بيم من فوق، لكن الوزاوت هوريزونتال بيم اللي هي ما عليهاش بيم من فوق، فهما بس اللي مكتوب قدامه في السلايد على الاخر اللي هي ويست توب هوريزونتال بيم معكوسه، اللي هي الويز مع البيم اللي عليها هوريزونتال بيم من فوق، اللي هي في السلايد على ايدك اليمين من تحت، اللي هي وزاوت هوريزونتال بيم دي اللي هي على ايدك الشمال من تحت، هي الوزاوت هوريزونتال بيم. ايه بقى اجيب لي ازاي الاستاتيكال اكشن بتاع الووتر تانك؟ طبعا وانا بتعامل مع الخزانات بتعامل ان انا عندي في حوائط وارضيه، والمفروض ان انا اصمم الحوائط والارضيه بتاع الخزان، وانا بتعامل في حوائط الخزان اعتبرها زي ما يكون بلاطه بس بلاطه راسيه. وانت كنت بتصمم البلاطه زمان كنت بتصمم البلاطه ازاي؟ كنت بتاخد 1 متر من البلاطه وبتعمل له ديزاين، واللي هيمشي على 1 متر ده هيمشي على كل البلاطه، وكنت بتكتب مثلا 5 في 12 لكل متر، 6 في 12 حسب التصميم، بس لكل متر طولي، واللي هيمشي هيمشي على كل البلاطه اللي عندي. هنا نفس الكلام، وانا بصمم الخزان هاخد شريحه 1 متر في الحيطه واصمم الحيطه دي كانها بلاطه راسيه، والارضيه هاخد 1 متر برده وهصممها على انها بلاطه افقيه، مع مراعاه الاتي في الخزان، ان ما ينفعش اخد الحيطه لوحديها والارضيه لوحديها. انا دايما وانا بتعامل في الخزانات اللي هي الفيكسيشن اللي عندي، فايه اللي بيحصل في التنفيذ؟ ان انا وانا بنفذ الارضيه واطلع منها اشاير، وبعدين اربط اشاير الارضيه في الحديد بتاع الحيطه، فبالتالي في فيكسيشن ما بين الحيطه والارضيه لازم اخده في الاعتبار، وبالتالي لما اخد الشريحه 1 متر مش هاخد للحيطه شريحه لوحديها والارضيه شريحه لوحديها، لا اخد شريحه على شكل حرف يو تمثل الحيطه والارضيه اللي مكتوبه عندك في السلايد ستريب 1 ويدث، يعني انا باخد شريحه 1 متر بعرض
1 متر لحواطه الارضيه مع بعضهم، واجيب اللود اللي عليهم واصمم الشريحه دي لواحد متر، ولما اصممها واطلع المومنت اللي على الحيطه اللي هو الراس اللي عندي هو ده، واعمله ديزاين واجيب الاريا اوف ستيل ليه، هو ده عباره عن الحديد للحيطه في المتر الطولي، وبناء عليه اقدر امشي الحيطه كلها عليه. لما اصمم الارضيه واطلع حديد التسليح بتاعها ده هيكون حديد التسليح بتاعه 1 متر في الارضيه، وهيمشي عليه كل الارضيه اللي عندي. طيب لما اجي احسب اللود اللي على الخزان، لو اعتبرت ان الخزان ده مليان فل وفيه ميه جواه، وعايز اجيب اللود اللي هيتحاسب عشان بناء على اللود ده هقدر اجيب السترينج اكشن اللي موجود على الخزان، مومنت نورمال، اقدر اصمم السكاشن، ان انا عشان اعمل ديزاين لازم يكون عندي مومنت ومومنت او نورمال فورس ولا سترينج اكشن، وبناء عليهم هعمل ديزاين، وبعد ما اجيب الديزاين ده اقدر اطلع السيكنس بتاع الحيطه كام والارضيه كام، وبعدين اجيب الاريا في ستيل. هو هنمشي نفس الخطوات زي ما كنا بنمشي في خرسانه 1 و2، بس مع اختلاف ان في حاجات معينه لما بتكون الخزان. فاول حاجه عندي لما يكون الخزان ده فل، ففي رد فعل الميه على الحوائط والارضيه. رد فعل الميه على الحوائط بيكون مثلث الشكل، قيمته من فوق في الحيطه من فوق بزيرو، وقيمته من تحت في الحيطه عباره عن W1 هوير W1 دي بتساوي جاما ووتر وفاتش. تمام، خلي بالك واحنا بنشتغل في الخزانات هنشتغل بوحدات الكيلو نيوتن والنيوتن والمتر والمليمتر، مش هنشتغل بوحدات اللي هو الكيلو جرام والسنتي والطن، لا. وانت طبيعي عارف لو حابب تحول ان عندك الطن بيساوي 10 كيلو نيوتن والكيلو جرام بيساوي 10 نيوتن، وعارف طبعا تحولات ازاي احول الكيلو نيوتن لنيوتن وهكذا، التحولات المفروض ان بالنسبه لك قتله بحث. خلي بالك جاما ووتر بيساوي 10 كيلو نيوتن لكل متر مكعب، كثافه الميه اللي احنا كنا بنقول عليها 1 طن لكل متر مكعب، لما احولها لكيلو نيوتن يبقى 10 كيلو نيوتن لكل متر مكعب. وخلي بالك كثافه الخرسانه جاما كونكريت كنت بتاخدها 2.5 طن لكل متر مكعب، لو هنتكلم على الكيلو نيوتن بقى يبقى جاما كونكريت بتساوي 25 كيلو نيوتن لكل متر مكعب، يبقى جاما ووتر بتساوي 10 كيلو نيوتن لكل متر مكعب، وجاما كونكريت بتساوي 25 كيلو نيوتن لكل متر مكعب. لما اجيب دبليو 1 عباره عن جاما ووتر في اتش، هو الاتش هو ارتفاع الحيطه، ولما احسب ده هيكون هيديني قيمه اللي هي قيمه دبليو 1 اللي هي قاعده المثلث من تحت، وهتبقى دبليو 1 بكيلو نيوتن لكل متر مربع. وخلي بالك هي دبليو جاما ووتر في اتش فهتبقى كيلو نيوتن لكل متر مربع، بس انا واخده شريحه كمان في الاتجاه العرضي 1 متر، فلما اجي احط الاستريب واحط اللودر عليها فلاقي دبليو 1 مكتوب لها ايه على الاستريب اللي عندك اللي هي مستريب 1 ويدز دبليو 1 بس كاتبها بالكيلو نيوتن لكل متر داش. طب ليه بجد كيلو نيوتن لكل متر داش؟ ما انت طبيعي جاما ووتر اللي هي بكيلو نيوتن لكل متر مكعب في اتش يبقى كده كيلو نيوتن لكل متر مربع، ولما اخد شريحه عرضها 1 متر يبقى ضربت كمان في 1 متر يبقى عندك كده دبليو 1 بجد بكيلو نيوتن لكل متر داش. تمام، دبليو 1 ده اللي هو المثلث الشكل اللي قيمته فوق بصفر وقيمته تحت اللي هي دبليو 1. لما اجي بقى دبليو 2، ايه هو دبليو 2؟ ده عباره عن اللود اللي على الارضيه بتاع الخزان. اللود اللي على الارضيه بتاع الخزان ده لود يونيفورم قيمته دبليو 2 بيساوي جاما ووتر في اتش اللي هي دبليو 1 اللي انت حسبتها اصلا زائد ترم تاني. الترم تاني اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الاون ويت بتاع الارضيه. الاون ويت بتاع الارضيه بيساوي ايه؟ بيساوي تي فلور جاما كونكريت. مين تي فلور؟ السكنس بتاع الارضيه. مين جاما كونكريت؟ اللي هي كثافه الخرسانه اللي هي 25 كيلو نيوتن لكل متر مكعب. خلاص؟ يبقى انا كده حطيت اللود على الستريب الواحد ويدز اللي هي اللي انا لو صممتها هقدر اجيب المومنت واجيب النورمال فورس واطلع الاريا في الستيل على 1 متر عرضي في ارضيه وحوائط الخزان، واللي همشيه على ال 1 متر همشيه على كل الخزان اللي عندي. تمام؟ دبليو 1 ده قيمه القاعده بتاع المثلث بيساوي جاما ووتر في اتش، دبليو 2 ده اللود اللي على الارضيه، اللود اللي على الارضيه يونيفورم قيمته دبليو 2 بيساوي دبليو 1 زائد تي فلور جاما كونكريت وير تي فلور اللي هي السكنس بتاع الارضيه وجاما كونكريت اللي هي كثافه الخرسانه. وخلي بالك السكنس بتاع الارضيه احنا مبدئيا بنفترضه دلوقتي عشان احنا بنعمل استاتيكال اكشن، فبنحط حوالي 25 سنتي، لكن بعد كده لما تيجي تصمم ريفيت التانك هيبقى سكنس الارضيه ليه حساب معين هنحسبه، ولما يكون عندي ريست التانك لا ده انا عاوز كمان اعمل سكنس الارضيه اكبر لان في ابليفت من الارض للارضيه بتاع الخزان، ف
فهنا ساعتها هزود السيكنس اللي عندي. لكن مبدئيا دلوقتي احنا بنجيب الستيكال اكشن هنعتبر ان السيكنس بتاع الارضيه بيساوي 25 سم وانا بحسب. تمام، خلي بالك الاوبن شانل ده اسهل انواع الخزانات. طب ليه اسهل انواع الخزانات؟ خلي بالك انا بقول لك اوبن شانل وزاويه هوريزونتال بيم، يعني ما فيش هوريزونتال بيم فوق، فبيجي الشكل اللي عندي ده استاتيكالي ديتيرمن. يعني ايه استاتيكالي ديتيرمن؟ يعني انا ممكن احله بالطرق العاديه اللي انا اتعودت عليها. ايه هي الطرق العاديه؟ اللي هي معادلات الاتزان، سمشن القوه في اتجاه اكس بيساوي زيرو، سمشن القوه في اتجاه واي بيساوي زيرو، سمشن مومنت عند السبورتات بيساوي زيرو. خلي بالك ده في الاوبن شانل وزاويه هوريزونتال بيم. وخلي بالك برضو ان في الاوبن شانل وزاويه هوريزونتال بيم انا كنت جاي لك عباره عن ايه؟ الاوبن شانل عامه عباره عن حطين وارضيه، فبالتالي انا باخد شريحه، الشريحه دي حرف يو بتمثل الحوائط والارضيه في الاتجاه القصير ده اللي محتاجاه. ليه؟ لما انا بقول لك ان انا في حاله الاوبن شانل هعتبر حوائط الخزان كانها بلاطات راسيه وارضيه الخزان كانها بلاطات افقيه. كنت بتاخد انت في البلاطات ان في نوعين من انواع البلاطات، يا اما وان واي يا اما تو واي. فانت عندك في حاله الاوبن شانل هتبقى وان واي، يعني الحته الرئيسيه دي عباره عن اتش في ال الاتجاه الطولي. طبعا انت عارف ان الاوبن شانل يعني في الاتجاه الطولي كبيره، ممكن تبقى 40 متر 50 متر، هي في الاتجاه الطولي. المهم ان ال على اتش اكبر من 2. مش كنت بتقول ان في حاله وان واي لما يكون البعد الكبير على البعد الصغير اكتر من 2 يبقى هو وان واي، ولو البعد الكبير على البعد الصغير اقل من 2 فكنت بتقول عباره عن بجيب الفا وبيتا. تمام، يبقى كده عندك في حاله الاوبن شانل الحوائط الراسيه وان واي، فبالتالي طالما وان واي يبقى اللود هيروح في الاتجاه القصير. ايه هو القصير؟ هو اللود كان عباره عن ايه؟ عباره عن المثلث. المثلث ده هيروح في الاتجاه القصير، الاتجاه القصير اللي هو ايه؟ اللي هو اتش. الاتجاه الطويل بقى اللي هو ال، الاتجاه الطولي للحيطه الرئيسيه بتاع الخزان دي هتبقى ايه؟ حط فيها المينيمم. ليه المينيمم؟ ان انت اصلا مفيش لود راح عليها. طب ليه مفيش لود راح عليها؟ لان هي وان واي، يعني هي عباره عن اللود كله راح في الاتجاه القصير اللي هو اتش، والاتجاه الطويل ده هحط منه المينيمم اريا اوف ستيل. لما اجي للارضيه، الارضيه عباره عن ايه؟ عرض الارضيه ال، الاتجاه الطويل معلش وانا بتكلم في الحيطه كنت بقول اتش في ال، هو مش اتش في اتش في ال واحد، يعني الاتجاه العمودي على اتش بالنسبه للحيطه. طيب بالنسبه للارضيه عرضها ال والاتجاه الطويل الثاني اللي عليها وليكن ال واحد. تمام، لما اجي ابص عليها دي هتلاقيها برده عباره عن وان واي، وان واي في الاتجاه اليمين في الاتجاه القصير. طب الاتجاه القصير الارضيه عباره عن ايه؟ اللي هي ال. يبقى بالتالي اللود كله بتاع الارضيه اللي هي دبليو 2 اللي انا حسبته ده هيروح كله بالشكل اللي انت شايفه ده في اليونيفورم في الاتجاه القصير. واللي هطلع منه حديد التسليح، الحديد التسليح اللي هطلعه ده هيكون في الاتجاه اللي هو ال اللي عندي، احط الحديد اللي هو في الاتجاه ال. طب ال واحد اللي هو الاتجاه العمود عليه هيكون ايه في الارضيه؟ احط المينيمم. طب ليه المينيمم؟ لان اصلا هي وان واي، البلاطه الافقيه وان واي، فاللود كله راح في الاتجاه القصير والاتجاه الطويل هياخد المينيمم عندي. وبالتالي دايما لما تكون اوبن شانل فانت ما عندكش مش محتاجه الا شريحه واحده. ايه الشريحه الواحده اللي انت شايفها دي؟ الشريحه الحرف يو، هطلع منها حديد التسليح اللي هو في الاتجاه القصير للحوائط وفي الاتجاه القصير للارضيه. بعد كده وانت بتحط بقيه الشبكه الثانيه هتحط المينيمم. ليه المينيمم؟ لان مفيش لود راح عليها. خلي بالك وانت بتصمم الخزانات معظم الخزانات السيكنس بتاعها ما بيجيلش عن 25 سم. وانت كنت زمان بتقول ان احنا لما يكون حتى لو هي سوليد سلاب وكنت بتقول ان السيكنس لو زاد عن 16 سم بالرغم ان ممكن ما يكونش عندك يعني البلاطه دي كونتينوس، كنت بتقول بحط حديد تسليح في الاتجاه العلوي عشان مش عشان المومنت، عشان الشرنكج بار، عشان السيكنس زاد عن 16 سم. فهنا انت بتقول ان حوائط الخزان وارضيه الخزان مش هنجيب لها عن 25 سم، فبالتالي هحط في حوائط او ارضيه الخزان شبكتين، الحيطه هيبقى في شبكه في الاتجاه اليمين واليسار للحيطه، والارضيه هيبقى في شبكه في الاتجاه العلوي وشبكه في الاتجاه السفلي العادي. تمام، اي شبكه وانا بحسبها لها مومنت هحسب لها الاريا في الستيل بتاعته كام، ما لهاش مومنت هحط المينيمم اللي هو الكود بيقول عليه. المينيمم ده في التنشن بيبقى 5 في 12، المينيمم في الكومبريشن هو 5 في 10، وهناخده بالتفصيل واحنا بعد كده بنسلح وناخد الخزان من الالف للياء، بس لما نحسب الاستاتيكال اكشن وازاي نعمل ديزاين للسكاشن وهكذا. تمام، طيب الخزان اللي هو في حاله الاوبن شانل
وزاوية الروزين تلبيب. بقول لك ده اسهل انواع الخزانات. ليه اسهل انواع الخزانات؟ لانه عباره عن استاتيكالي ديتيرمن. يعني ايه الاستاتيكالي ديتيرمن؟ ما هو ما فيش روزين تلبيب من فوق، فبالتالي الخزان ده عباره عن سبورتات من تحت، السبورتات اللي من تحت دي وفوق فري، عند نقطه A ونقطه D فري، فبالتالي انت الخزان ده تعرف تحله. ليه تعرف تحله؟ انت لو تخيلت ان الخزان ده فردته هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كاميرا ويز دبل كانتليفر، فبالتالي لو كاميرا ويز دبل كانتليفر هتعرف تحلها بالمومنت بالايكوليبيوم ايكويشن بتاعتك اللي هي سمشن كوفت جي اكس وسمشن كوفت جي واي والمومنت اللي عندي، تمام؟ طيب لما تيجي تحسب ده، يعني مثلا عندك الاي بي المثلث ده عايز تجيب المومنت عند نقطه بي، ايه المومنت عند نقطه بي؟ ما المومنت عند نقطه بي ده في مومنت على الحيطه اللي هو بي اي، وفي مومنت على الارضيه بي سي. المفروض ان جوينت بي دي متزنه، فالمومنت اللي على الحيطه بيساوي المومنت اللي على الارضيه عند جوينت بي، تمام؟ طيب هحل ازاي عشان اجيب المومنت والنورمال للخزان ده اللي هو اوبن شانل وزاوت هوريزونتال بيب؟ انا عندي المثلث اللي فوق اللي من اي بي عايز اجيب المومنت، خلاص انا اللي من عند الاي للبي ده عباره عن مثلث يعتبر نون يونيفورم، عاوز احوله لليونيفورم. انت عارف عشان تحوله كونسنتريتد، فانت عارف ان تحوله من ديستريبيوتد لكونسنتريتد، فبتضرب بتحسب المساحه، مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع، فانت نص القاعده عباره عن دبليو 1 والارتفاع عباره عن اتش، فلما تحسب ده هتلاقيه عباره عن نص دبليو 1 في اتش. ايه هي قيمه النص دبليو 1 في اتش دي؟ عباره عن الكونسنتريتد لود بدل الديستريبيوتد النون يونيفورم، يعني عوضت على المثلث ده بقيمه كونسنتريتد، دي كده بس حولته كونسنتريتد. طب انا عايزه مومنت، يبقى المومنت بيساوي القوه في مسافه، يبقى بالتالي القوه اللي على بعد تلت من ارتفاع الخزان، لان دايما انا لما يكون عندي ديستريبيوتد نون يونيفورم فبحوله لكونسنتريتد، ونقطه تاثير القوه بتكون في مركز ثقل الشكل. طب ما انت عندك المثلث مركز ثقله فين؟ مركز ثقله بيساوي التلت من القاعده من تحت، فبالتالي يبقى بالتالي دبليو 1 في اتش على 2 ده قيمه الكونسنتريتد لود اللي حولت بيه من الديستريبيوتد، ويبعد مسافه اتش على 3 تمام من القاعده. لو انا عايز المومنت، المومنت ده بيساوي دبليو 1 في اتش على 2 في اتش على 3 تاني، فتلاقي قيمه المومنت على الحيطه اللي هو الام بي اي هيساوي دبليو 1 في اتش تربيع على 6، وطبعا المومنت ده هتكون ديله من جوه حسب التنشن، ما انا بحط المومنت الشد عندي حسب التنشن، فهو الخزان ده فيه ميه، فطالما فيه ميه يبقى التنشن من جوه، يبقى شكل المومنت كده بيلف مع عقارب الساعه اللي هو الام بي اي، تمام؟ وانت عارف ان جوينت بي اي دي جوينت متزنه، فبالتالي المومنت اللي حسبته على الحيطه ام بي اي اللي قيمته دبليو 1 في اتش تربيع على 6 وعرفنا جي منين، هو برده اللي هيبقى على الارضيه قيمته دبليو 1 في اتش تربيع على 6، تمام؟ وخلي بالك الخزان ده سيمتريكال، فجوينت بي زي جوينت سي، فبالتالي انت ممكن كمان وانت بتحسب تحسب لنص الخزان ونص اللي قصاده هيبقى زيه لان هو سيمتريكال عندي. وانس انك جبت المومنت اللي على نقطه بي وجبت المومنت اللي سواء على الحيطه الارضيه، تقدر ترسم البندنج مومنت دياجرام بتاع الخزان ده، وتقدر تحسب النورمال فورس. طب هتحسب البندنج مومنت، خلاص انت عارف المومنت على الحيطه فوق اللي هو مكتوب عنده بي ام دي اللي هو المومنت محسوب على الحيطه فوق بزيرو، تحت ليه قيمه، وطبعا كل المومنت من جوه قيمه المومنت ده دبليو 1 في اتش تربيع على 6، تمام؟ ده كده على الحيطه زي ما هو مرسوم. نيجي الارضيه، الارضيه عليها تنشن من جوه قيمته نفس المومنت دبليو 1 اتش تربيع على 6. انت كنت زمان لما كنت بيبقى عندك مومنت وعندك ديستريبيوتد لود كنت بتعمل ايه؟ كنت بنزل برابره، قيمه البرابره بيساوي ايه؟ دبليو في ال تربيع على 8، يبقى بالتالي بعد ما حسبت دبليو 1 في اتش تربيع على 6 على الارضيه اللي هي الخط المنقط عندك في الارضيه ده، هتنزل برابره قيمه البرابره دبليو 2 في ال تربيع على 8. مين دبليو 2؟ ده اللود اللي على الارضيه. ما خلاص انا جبت المومنت عند نقطه بي وفي لود دبليو 2 على الارضيه، اللي هحسبه دبليو 2 في ال تربيع على 8، يبقى جبت سقوط البرابله كلها. لكن دايما لما اجي بصمم على الابسوليوت. يعني ايه الابسوليوت؟ انا عندي القيمه الكليه دبليو ال تربيع على 8، لكن الابسوليوت ده ايه؟ ما انت الخزان اصلا في جزء جوه الخزان وفي جزء بره الخزان، فانت اللي عندك جوه الخزان ده معرض لميه، اللي بره الخزان ده مش معرض لميه، فانت لازم تحسب الابسوليوت اللي بتصمم عليه، زي ما كنت في الكاميرا اللي هي الكاميرا اللي هي الاستاتيكال انديتيرمنت كنت بتحسب المومنت الابسوليوت عشان لو هتصمم سكشن اللي هو في نص الكاميرا اللي عندك. فهنا بقى اجيب الابسوليوت ازاي؟ انت عندك قيمه البرابره كلها دبليو 2 في ال تربيع على 8،
لو عاوز تجيب الابسولوت هتبقى دبليو تربيع 2 في ال تربيع على 8 ناقص دبليو 1 في اتش تربيع على 6 اللي هي قيمه المومنت من جوه الخزان على الارضيه، يبقى يديك قيمه الابسولوت عباره عن دبليو 2 في ال تربيع على 8 ناقص دبليو 1 في اتش تربيع على 6. يبقى انا كده عرفت ارسم البندنج مومنت دايجرام لل الجزء اللي عندي للخزان. تمام. طب عايزه احسب ايه؟ احسب النورمال فورس. هو دايما تخلي بالك وانت بتصمم حوائط وارضيات الخزان هتصمم السكاشن بتاعتها على انها سكشن عليها ام وان، بندنج مومنت ونورمال فورس. وانا بصمم حوائط وارضيات الخزان اصمم على انها عليها سكاشن بندنج مومنت ونورمال فورس. تمام. يبقى بالتالي عايز احسب النورمال فورس. خلي بالك النورمال فورس ده كنت بتاخده زمان، النورمال فورس ممكن يكون نورمال فورس تنشن او نورمال فورس كومبريشن، يعني بين الجمومنت دياجرام ونورمال فورس تنشن او نورمال فورس كومبريشن. طبعا هنعرف الحالات اللي هناخد فيها النورمال فورس تنشن امتى والنورمال فورس كومبريشن امتى. لما يكون عندك الفيتد تانك فبتبقى النورمال فورس تنشن، لما بيكون في ريستد فيه احيانا بيبقى طبعا الحيطه في حاله الريستد كانها الارضيه الحيطه مرتكزه على الارضيه عندي فبيبقى الاون ويت بتاعها فبناخده نيجاتيف. ده كله ده هيتاتى لما نيجي نشرح اكزامبلز بالتفصيل لكل واحد فيهم، لكن ايا كان انت تبقى عارف وانت بتصمم حوائط وارضيات الخزان على انها عليها نورمال فورس وبندنج مومنت. تمام. طب انا جبت البندنج مومنت احسب النورمال فورس ازاي؟ قال لك وانت بتحسب انت طبيعي انت خلاص جبت المومنت اللي على الحيطه، خلاص اعمل ايكوريبيوم ايكويشن للحيطه، هي الحيطه اللي هي عباره عن بي اي او سي دي، انت هتاخد واحده فيهم وهتعمل لها الايكوريبيوم ايكويشن واللي هيطلع عليها زي السي دي زي البي اي لان هو سيمتريكال. طب هعمل ايه بقى؟ انا عندي من البي للاي لو انا بعد ما جبت المومنت اطبق معادلات الاتزان، ايه معادله الاتزان اللي عندي؟ اللي هي سمشن القوة في اتجاه اكس بتساوي زيرو. طب هو اللود الكونسنتريتد لود اللي هي مكان المثلث كان قيمته كام؟ دبليو 1 اتش على 2. فانا لو جبت ال 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 اللود اللي عند الفيكسيشن عند بي زي ما يكون، يعني هو البي ايه ده عباره عن ايه؟ عباره عن كانتريفر بس راسي. فانت بتطبق معادلات الاتزان، خلاص المومنت انت جبته سمشن المومنت جبت اللي هو دبليو 1 في اتش على 2 في اتش على 3 طلعت قيمه المومنت، يبقى طبقت معادله المومنت. في معادلتين تاني ان هنا هتطبق سمشن قوه في اتجاه اكس، طب سمشن قوه في اتجاه اكس يبقى هتقدر تجيب الاكس بي، الاكس بي ده بيساوي دبليو 1 اتش على 2 وهيكون يعمل كومبريشن على الحيطه، يعني بيضغط على الحيطه ليه؟ عشان هو معادلات الاتزان، هو اصلا الكونسنتريتد لود متجه ناحيه الشمال، يبقى اكيد اللود عند الفيكسيشن بي هيكون متجه ناحيه اليمين وقيمته دبليو 1 اتش على 2. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت اللود عند الفيكسيشن بي للحيطه وجبت المومنت عند الفيكسيشن بي للحيطه اللي عندي. تمام. وانت بتحط النورمال فورس قال لك ايه؟ الشير اللي على الحيطه اللي هو قيمته دبليو 1 اتش على 2 اللي هو بيعمل كومبريشن على الحيطه من القيمه اللي انا جبتها اللي هي قيمتها اكس دي اللي هي دبليو 1 اتش على 2 دي اللي عندي جوينت بي ده يعتبر يعني سميشن قوه في جي اكس، يعني هو بيعمل شير على الحيطه كده، بيعمل شير على الحيطه. الشير على الحيطه ده هجلبه نورمال على الارضيه، وانا بعمل النورمال فورس الشير اللي على الحيطه اللي قيمته دبليو 1 في اتش على 2 هيجلب نورمال على الارضيه، يبقى بالتالي هتلاقي في الارضيه قيمه النورمال فورس دياجرام قيمتها دبليو 1 اتش على 2 اللي هي اكس دبليو 1 اتش على 2. طب هو النورمال فورس بتاع الارضيه ده جه منين؟ وهو ده الشير على الحيطه. يبقى دايما احنا هنتفق ان لما يكون في شير على الحيطه الشير ده يجلب نورمال على الارضيه، لان انت لو طبقت بعد ما تطبق معادلات القوة في اتجاه اكس فهي جوينت بي متزنة، يبقى اللود اللي على الحيطة في الاتجاه اللي عندي يكون معاكس ليه في على الارضية اللي عندي، فبالتالي النورمال فورس اللي على الارضية هيبقى دبليو 1 في اتش على 2. تمام. طيب كمان في ايه تاني؟ الشير اللي على الارضية بيجلب نورمال على الحيطة. هو الارضية انا عارف اجيب الشير؟ ايوة. ما انت عندك الام بي والام والام سي متساويين اللي هي دبليو 1 اتش تربيع على 6. طب يبقى لما اجيب الشير اللي قيمه واي على الارضيه ده هيبقى عباره عن ايه؟ هو ايه اللي على الارضيه؟ دبليو 2. عايز اجيب شير يبقى دبليو 2 في ال على 2 نص على اليمين ونص على الشمال. طب دبليو 2 في ال على 2 ده عباره عن ايه؟ عباره عن شير على الارضيه. الشير اللي على الارضيه ده هجلبه نورمال على الحيطه، يبقى الشير اللي على الارضيه هجلبه نورمال على الحيطه، وده هو النورمال فورس دايجرام للاوبننج شانل والهوريزونتال بيم. طبعا هو بيعمل الشير على الارضيه ضغط، يبقى هيجلب نورمال فورس على الحيطه شد. وخلي بالك النورمال فورس ده اللي على الحيطه بيكون مثلثي
قيمته بزيرو فوق واخره دبليو 2 في ال على 2 من تحت، لان بيبقى في حاجه اسمها الارش اكشن. ايه الارش اكشن؟ انه كل ما اتجهت الاعلى على الحيطه كل ما لغي تاثير الشد للحيطه على الارضيه. لان انت لما تتخيل الاليفيت التانك ده او الخزان اللي عندي ده هتلاقي عباره عن ايه في الاليفيت التانك، في حاله الاليفيت التانك ده بس ان الارضيه مش زي ما انت متخيل كده، ان الحيطه الارضيه اللي شايله الحيطه وفي الاخر متشاله على الاعمده اللي تحت، لا لا، في الاليفيت التانك العكس. يعني الارضيه متشاله بواسطه الحيطه، يعني الحيطه كان هي اللي شايله الارضيه، كانها الحيطه دي كانها ديب بيم او كاميرا مقلوبه، كاميرا مقلوبه للارضيه، فبتشيل الارضيه وبعدين تنقل اللود على الكاميرات اللي هي اللي تحت الارضيه من تحت عشان تنقله على الاعمده اللي عندك. فبالتالي عندك قيمه البندنج مومنت دياجرام والنورمال فورس دياجرام زي ما انت شايفهم في السلايد على ايدك اليمين من تحت، وعرفنا يجوا منين. وكمان عشان ناكد الكلام هناخد اكزامبل بالتفصيل بالارقام اللي هو اكزامبل رقم 1. فمديك الشكل بيقول لك فور ذا شو انفجر احسب البندنج مومنت دياجرام والنورمال فورس دياجرام. وطبعا في الامتحان انا عمري ما اقول لك ارسم بندنج مومنت والنورمال فورس، انا هقول لك اعمل ديزاين للخزان. بس عشان اول حاجه هتعملها لديزاين الخزان هتعمل ايه؟ اول حاجه هو وانت بتصمم هتمشي خطوات واحده. ايه الخطوات؟ اول حاجه تجيب اللود على الخزان زي ما جبناه كده اللي هو دبليو 1 ودبليو 2. بعد ما تجيب اللود على الخزان لازم هترسم البندنج مومنت دياجرام والنورمال فورس دياجرام اللي هو على الـ الخزان اللي عندي. عشان ترسم البندنج مومنت والنورمال فورس دياجرام هنعمل الخطوات اللي احنا هنمشيها دلوقتي. بعد ما تجيب البندنج والنورمال فورس هتقدر تعمل ايه بعد كده؟ خلاص هتعمل ديزاين السكاشن وتجيب الرينفورسمنت بتاع الخزان اللي عندي. تمام. طيب في حاله الاوبن شانل اللي عندي ده الخزان دوا اوبن شانل وزاويته هوريزونتال بيم، عرضه 4 متر وارتفاعه 2.5، وعاوز يرسم يجيب البندنج مومنت والنورمال فورس دياجرام بتاعه. طب هعمل ايه؟ همشي الخطوات الاولانيه. اول حاجه بجيب اللود. ايه اللود؟ انا عندي الحيطه بتعمل طالما الخزان ده مليان يبقى واوبن شانل انا عارف ان انا باخد شريحه وبعرض 1 متر تمثل الحيطه والارضيه واصممها، واللي يمشي على عرض 1 متر يمشي على كل الحوائط والارضيه. وخلي بالك ان الحوائط بتاع الاوبن شانل عباره عن وان واي سلاب راسيه والارضيه عباره عن وان واي سلاب افقيه عندي. تمام. الحمل طالما وان واي يبقى الحمل هيروح في الاتجاه الراسي، الاتجاه الراسي اللي هو اتش. طب هو قيمه الحبل ده بيساوي ايه؟ زيرو من فوق على الحيطه ومن تحت دبليو 1 اللي هو جاما ووتر في اتش، جاما ووتر ب 10 واتش ب 2.5. فتحسب القيمه دي هتلاقيها كيلو نيوتن لكل متر مربع. وطالما انا واخده شريحه عرضها 1 متر يبقى اللود اللي على الستريب اللي عندي عباره عن 25 كيلو نيوتن لكل متر داش، ده اللود رد فعل الحيطه الميه على الحيطه اللي عندي. تمام. اجي الارضيه، الارضيه عباره عن ايه؟ الارضيه اللود اللي عليها دبليو 2. طب قيمه دبليو 2 بيساوي كام؟ بيساوي دبليو 1 زائد تي فلور جاما كونكريت. دبليو 1 ب 25، تي فلور فردتها ب 25 سم يعني 0.25 متر، في جاما كونكريت ب 25 كيلو نيوتن لكل متر مكعب. لما تحسب الحسابه دي هتلاقيها 31 وربع كيلو نيوتن لكل متر مربع، وانا واخده شريحه 1 متر. يبقى قول الشريحه اللي انا هاخدها حرف يو اللي تمثل الحوائط والارضيه للخزان اللي عندي بالوضع اللي انت شايفه في السلايد على ايدك اليمين، ان اللود اللي على الحيطه مثلثي الشكل قيمته بصفر من فوق ومن تحت 25 كيلو نتر لكل متر داش، والحمل اللي على الارضيه بيساوي 31 وربع كيلو نتر لكل متر داش اللي عندي، وده الاستريب الاولاني الاستريب اللي اوبن شانل. طبعا الاوبن شانل انا باخد استريب واحد. تمام. لما ابص للخزان للشكل ده واقول لك اعمل ليه ديزاين هتلاقي او هات لي النورمال فورس والبندنج مومنت هتلاقي امور بالنسبه لك سهله. ليه سهله؟ لان الاستاتيكالي ديتيرمن، يعني اعرف احله بطرق الاتزان. طب هعمل ايه؟ اول حاجه هبص على الحيطه، الحيطه بي اي دي تعتبر كانتليفر فيكسد من عند البي وفري من عند الاي، عايز اجيب لها معادلات الاتزان بتاعتها. طب اجيب معادلات الاتزان ايه؟ انت عندك اللود ديستريبيوتد نون يونيفورم مثلثي، عشان اجيب المومنت هنا لازم احوله لكونسنتريتد. طب الكونسنتريتد بيساوي ايه؟ ما هو مثلثي نون يونيفورم، يبقى القيمه الكونسنتريتد بتساوي مساحه الشكل. لما اجي ابص على مساحه المثلث الاقيها نص، القاعده 25 في الارتفاع 2.5، فاحسب القيمه دي هتلاقي لي 31 وربع. وبتاثر على مسافه كام؟ هتاثر على مسافه 2.5 على 3 من تحت، يعني من عند نقطة بي لحد مكان الكونسنتريتد لود اللي قيمته 31 وربع دي هيبقى 2.5 على 3. عايز احسب المومنت، عارف انت عارف المومنت بيساوي قوة في مسافة.
القوه خلاص 31 وربع، في المسافه 2.5 على 3. فلما احسب القيمه دي هلاقي قيمه البندنج مومنت عند جوينت بي اللي هو ام بي اي اللي على الحيطه اللي بيلف مع عقارب الساعه اللي دي السهم من جوه قيمتها 26.04 اللي هي عباره عن 31 وربع في 2.5 على 3 اللي هي القيمه كلها. كمان احنا بنحسبها نقول عباره عن دبليو في اتش دبليو 1 اللي هي عباره عن دبليو 1 في اتش تربيع على 6. تمام خلاص انا جبت الام بي اي وانا عارف ان الجوينت بي متزنه، يبقى بالتالي الام بي سي هتطلع برده 26.04. يبقى انا كده عرفت المومنت عند الجوينت بي وانا عارفه ان الجوينت بي زي الجوينت سي، يبقى مفيش مشكله. اجي بقى للشير، عشان الشير انا بجلبه نورمال على الحيط على الارضيه، وعايز الشير على الارضيه عشان اجلبه نورمال على الحيطه. طيب لما ابص للحيطه واطبق باقي معادلات الاتزان اللي عليها، طب باقي معادلات الاتزان عباره عن ايه؟ سمشن القوى في اتجاه اكس. تمام يبقى بالتالي الاكس بي او الشير اللي على الارضيه، الشير اللي على الحيطه عند جوينت بي عباره عن 31 وربع. جي منين 31 وربع؟ من سمشن القوى في اتجاه اكس، هو انوارد ناحيه الحيطه، يعني بيسبب الشير على الحيطه. وانا كنت متفقه معاك ان الشير اللي على الحيطه اللي هو 31 وربع يجلب نورمال على الارضيه، فعشان كده هتلاقيني من تحت في السلايد من تحت خالص انا جسمالك الخزانه نصين. طالما هو سيمتريكال فهعمل في نص بيندنج مومنت دايجرام وفي نص نورمال فورس دايجرام، تسهيلا بدل ما ارسم الشكل كله واعمل عليه بيندنج مومنت وارسم الشكل كله عليه النورمال فورس، فانا هقسم الشكل نصين، نص احط عليه بيندنج مومنت والنص الثاني احط عليه نورمال فورس. طب هو الشير العرضيه كان عباره عن ايه؟ 31 وربع. الشير معلش اللي على الحيطه كان عباره عن ايه؟ 31 وربع. هيجلب نورمال على الارضيه تنشم قيمته 31 وربع. تمام لما اجي بقى للارضيه، الارضيه كان عليها مومنت متساوي عند جوينت بي وسي، طب عايز اجيب الشير اللي عليها عباره عن ايه؟ دبليو 2 في ال على 2. طب دبليو 2 عباره عن ايه؟ 31 وربع في ال من بي لسي عباره عن 4 على 2، فلما تحسب دي تلاقيها 62.5. طب 62.5 دي بتعمل شير على الارضيه، واحنا اتفقنا ان الشير على الارضيه يجلب النورمال على الحيطه، عشان كده هتلاقي في النورمال فورس دايجرام عباره عن مثلث على الحيطه قيمته سيرو من فوق وقيمته من تحت 62.5، وده هو عباره عن الشير على الارضيه جلب نورمال على الحيطه باقصى قيمه 62.5 على الحيطه اللي عندي. يبقى انا كده رسمت النورمال فورس دايجرام. اجي للبيندنج مومنت دايجرام، انا عارفه ان اللود من جوه، يبقى يعمل بيندنج مومنت من جوه، قيمه المومنت اللي من جوه ده زيرو عند نقطه ايه، وقيمته في الاخر خالص عباره عن برابرا لان ده ديستريبيوت نون يونيفورم، اخر قيمه ليها اللي احنا حسبناها 26 وربع، وانا عارفه ان جوينت 26.04، وانا عارفه ان جوينت بي متزنه، يبقى المومنت اللي على الحيطه الام بي اي بيساوي المومنت اللي على الارضيه ام بي سي، وديله على الارضيه من جوه الخزان. تمام واجي في النص في الخزان وانزل قيمه برابرا، قيمه البرابرا دي عباره عن دبليو في ال تربيع على 8، دبليو فلور 31 وربع، في ال فلور يعني 4 تربيع يعني 16 على 8، فلما احسب القيمه دي هلاقيها حوالي 62.5. 62.5 ده قيمه السقوط كله. طب انا عايز اجيب الابسوليوت، فالابسوليوت عباره عن ايه؟ 62.5 اللي هي قيمه البرابرا كلها ناقص 26.04 اللي هي قيمه المومنت اللي جوه الخزان يديني قيمه الابسوليوت، فلما احسب 62.5 ناقص 26.04 هلاقي قيمه الابسوليوت بيساوي 36.46%، وهو ده قيمه البندنج مومنت على الارضيه اللي عندي. وبالتالي لو حبيت اصمم سيكشن في الارضيه في النص هلاقي قيمه البندنج مومنت 36.64 والنورمال فورس 31 وربع. لو حبيت اصمم سيكشن عند الحيطه اللي هو عند جوينت بي في الحيطه هلاقي البندنج مومنت على الحيطه بيساوي 26.04 والنورمال فورس على الحيطه 62.5 تنشن. يبقى كده نبقى عارفين ان انا عندي وانا بصمم حوائط وارضيه الخزان على ام وان زي ما احنا شفنا كده، ازاي جبنا الام والان في حاله الاوبن شانل وزاوت هوريزونتال بي، وده بيبقى اسهل انواع الخزانات لان اصلا عندك الخزان بيبقى ستاتيكالي دي تيرمال. نيجي بقى للنوع الثاني في حاله الاوبن شانل، الثاني اللي هو نوع الاوبن شانل ويز توب هوريزونتال بي. زي ما انت شايف عندك في السلايد موضح لك يعني ايه ويز توب هوريزونتال بيم، يعني جيت في الخزان من فوق وحطيت بيم افقيه سميتها الهوريزونتال بيم. طب انا ليه حطيت هوريزونتال بيم؟ انت فاكر يا باشمهندس الخزان اللي عدى لما كنت بحسب البندنج مومنت كنت بقول المومنت عباره عن ايه؟ اللي هو الاوبن شان، كنت بقول عباره عن دبليو جاما ووتر في اتش
جبت دبليو 1، وعشان احوله كونسنتريتد بقول نص جاما ووتر في اتش في اتش في اتش عندي، يبقى كده جبت كونسنتريت. لما اجي اجيب المومنت بضرب كمان في اتش على 3، فهتلاقي ان المومنت كوفيشنت في اتش تكعيب، بمعنى ان كل ما زاد ارتفاع الخزان كل ما زاد المومنت اللي عندي. وانت عارف وانا بجيب الدبس بتاع الخزان اي سيكشن كنت بقول الدبس عباره عن ايه، دي بيساوي سي 1 جذر الام التيميت على الاف سي التيميت بي، يعني معنى كده ان الدبس كوفيشنت في المومنت. ولما كنت بجيب الاريا في السيل كنت بقول ايه، ان الاريا في السيل بيساوي الام التيميت على الاف ييلد في الجي في الدبس. يبقى بالتالي كل ما زاد ارتفاع الخزان كل ما المومنت كبر، كل ما صممت المومنت وطلع لي دبس كبير، كل ما جاب معايا اريا في السيل اكبر، كل ما كنت ان اكنوميك اكتر. فعشان كده لما يكون الخزان في حدود 3 متر ممكن اعمله اوبن تشانل وزاوته هوريزونتال بيم، لكن لو الارتفاع زاد عن 3 متر فبحط هوريزونتال بيم افقيه. طب ليه هوريزونتال بيم افقيه؟ عشان يعني بالعاميه عندنا كده كانها بتحوط الخزان من فوق، فتمنع الخزان ده هو اصلا في ميه من جوه، فبتعمل بريشر على الحوائط، فانا بحافظ على الحوائط عشان كل ما زاد الارتفاع والبريشر يزيد عندي فيضغط على الحيطه فياثر عليها فيحصل له الحوائط دي ممكن باكلنج شكراك، فلازم اعمل لها حاجه تحوطها. بالنسبه للحاله العلميه افضل لك ليه؟ لان انت جيت من فوق وحطيت هوريزونتال بيم، فحطيت هوريزونتال بيم فالشكل اللي عندك ده تحول لاستاتيكالي انديتيرمن. يعني ايه؟ يعني جيت عند نقطه اي دي وبيجي فيه بارشال فيكسيشن، تمام؟ البارشال فيكسيشن ده يعمل ايه؟ هيسحب جزء من المومنت. لو بصيت في الخزان اللي عدى هتلاقي المومنت كله من جوه لان ما كانش في حاجه منعاه من فوق، لكن في الجزء هنا في الاوبن شان ويز توب هوريزونتال بيم هتلاقي ان انا جيت من عند الهوريزونتال بيم ولقيت المومنت سحب معايا. ليه؟ لان طالما في عندي سبورت، السبورت ده منع اللي بيسحب معايا فسحب المومنت من بره، فهتلاقي قيمه المومنت في الام فاينل اللي بصمم عليها الجزء اللي في الخزان من تحت ده هتلاقيه قل. فبالتالي لما اجي اصمم السكشن اللي هو كوفيشنت في المومنت واجيب الاريا في السيل اللي كوفيشنت في المومنت هلاقيها معقوله وكويسه واكنومك معايا. يبقى بالتالي لو عندي الخزان زاد عن 3 متر فالمفروض ان احط هوريزونتال بيم عشان تحوط الخزان من فوق فتحول الشكل استاتيكال انديتيرمن عشان يكون اجمالي المومنت اللي على ارضيه اللي على الحيطه في الاخر او على الارضيه من في اولها قليل. ليه؟ لان الهوريزونتال بيم دي سحبت جزء من المومنت من جوه خليته من بره عندي، فبيجي اجمالي الام فاينل اللي في الحيطه عندي قليل فاعرف اصمم. وخاصه انا قلت لك ان اصلا حوائط وارضيات الخزان انا بحط شبكتين حديد تسليح، يعني شبكه من بره وشبكه من جوه، واصلا لو ما عنديش مومنت برضه احط الشبكه واحط المينيمم. طب ما انا لو سحبت المومنت لبره وبيجي في مومنت وطلعت اوريا في السير، طب ما ده افضل لي، ما انا كده كده احط شبكه طبيعي. يبقى افضل ان احط الهوريزونتال بيم دي، وده لما يكون ارتفاع الخزان ازيد من 3 متر. ولما اجي اصممه هتلاقيني بمشي بنفس الخطوات. برضو الحوائط الخزان عباره عن بلاطات راسيه الاتجاه القصير اتش والاتجاه الطويل ال واحد اللي هو العرضي، لان الحيطه دي عباره عن بعدين الارتفاع والاتجاه العمود عليه ده هيبقى طويل اكبر من 2 الاتش، فبالتالي تعتبر وان واي اسلاف. اللود كلها هيروح في الاتجاه القصير يعني هيروح في اتجاه اتش، وقيمه اللود ده صفر من فوق ومن تحت جاما ووتر في اتش اللي هي دبليو 1. لما ابص على الارضيه نفس الكلام، انا عندي دبليو 2 بيساوي دبليو 1 زائد تي فلور جاما كونكريت، يعني اللود مش هيختلف في حاله الاوبن شانل او الاوبن شانل والهوريزونتال بيم. بس اللي اختلف ايه؟ انك لما وبرده هتاخد ستريب واحده، لان الستريب هنا عباره عن حتتين وارضيه، فانا خدت الستريب في اتجاه اللود اللي عندي وحطيت حرف يو، ولما اطلع حديد التسليح يديني حديد التسليح بناء على اللود والاتجاه العمود عليهم اللي هي ال واحد ده، سواء في الحيطه او في الارضيه هحط المينيمم اريا اوف ستيل. لكن ايه اللي فرق ما بين الاوبن شانل والاوبن شانل ويز هوريزونتال بيم؟ ان في حاله الاوبن شانل ويز هوريزونتال بيم بيجي فيه بيم عندك من فوق، في سبورت من فوق، فالشكل ده اتحول لاستاتيكال انديتيرمن، فبالتالي مش هتعرف تحله بطرق الاتزان اللي عندك. لو انت مش متخيل، تخيل ان الخزان ده او الستريب دي فتحتها كده او فتحت الخزان، فكانها بيجي بيم، بس البيم دي عليها اربعه سبورتات، فبيجي مش هينفع تحله بطرق الاتزان اللي عندي. فكنت بتاخد في الاستراكشر اللي هي انواع حل الطرق الغير محدده استاتيكيا، اللي هي كنت بتاخد المومنت من ضمنها
المومنت ديستريبيوشن والثري مومنت ايكويشن. هنا افضل لنا في حاله الخزانات، وهتلاقيني وانا بحل معاك هتخلينا نحل بطريقه المومنت ديستريبيوشن، وبالتالي مفروض عليك في خلال الاسبوع ده تراجع المومنت ديستريبيوشن وتعرفه كويس، لان هو اساس بالنسبه لك عشان تصمم. لان انت طبيعي بعد ما تجيب اللود لازم هتعمل اناليسيز للستريب اللي عندك عشان تجيب البيندنج مومنت والنورمال فورس، وعشان تجيب الاناليسيس ده وهو ستاتيكال ديترمن لازم تكون عارف احدى طرق حل المعادلات الغير محدده استاتيكيا. فبالتالي احنا قلنا المومنت ديستريبيوشن فرجيه ان كنتوا تراجعوا عليه. وايه هي فكره المومنت ديستريبيوشن دي؟ فكره المومنت ديستريبيوشن ان انت بتجيب حاجه الفيكسد اند مومنت، وهنشوف نجيبه ازاي على الحيطه، ويجيب الفيكسد اند مومنت للارضيه، وهتلاقي قيمه الفيكسد اند مومنت على الحيطه لها قيمه واللي على الارضيه لها قيمه ثانيه، وده مش منطقي ومش اللي احنا متعودين عليه. ازاي يبقى مثلا المومنت اللي على الحيطه الفيكسد اند مومنت 20 مثلا والارضيه 30؟ ما ده ما ينفعش، انا لازم الجوينت بي تكون متزنه معايا. فهي طريقه المومنت ديستريبيوشن بعمل ريديستريبيوشن للمومنت، الحيطه مثلا واخده 20 والارضيه 30، لا الكبير يدي الصغير ويتعادلوا في الاخر، لازم جوينت بي تتزن. وده اللي هيحصل معانا في طريقه المومنت ديستريبيوشن، ان انا بجيب الفيكسد اند مومنت للحيطه واجيب الفيكسد اند مومنت للارضيه، وبعدين اعمل جدول واعمل ريديستريبيوشن. بس هوزع بنسبه ايه؟ بنسبه الديستريبيوشن فاكتور. ايه الديستريبيوشن فاكتور؟ هي عباره عن نسبه التوزيع اللي هوزع بيها على الحيطه والارضيه، وهنشوف هنجيبها ازاي من الاكزامبل وهنشرحها بالتفصيل. وبعدين برضو هرسم بعد ما جبت الام فاينل من المومنت ديستريبيوشن سواء على الحيطه والارضيه، برضو هطبق معادلات الاتزان على الحيطه واطبق معادلات الاتزان على الارضيه، واجيب الشير على الحيطه عشان اجيب النورمال على الارضيه، واللي هو الار بي اللي على الحيطه ده نقلب نورمال على الارضيه، وهجيب الواي اللي هي دبليو 2 ال على 2 هو ده الشي النورمال على الحيطه، والبيندنج مومنت خلاص وانس ان انا جبت الام فاينل هقدر اجي في النص واحسب دبليو 2 في ال تربيع على 8 واجيب الابسوليوت مومنت، وطالما جبت البيندنج مومنت والنورمال فورس هقدر اصمم السكاشن اللي عندي. طب ايه طريقه او ازاي هفكرك بالمومنت ديستريبيوشن بتعمل ايه؟ اول حاجه بتجيب الستيفنس اللي هو كي، كي لما يكون في شكل فيكسد من الناحيتين فقيمه كي بيساوي اي على ال، لو هو مثلا فوق ارتفاع يبقى اي على اتش وهكذا. طب لو كان الـ الشكل اللي عندي ده سيمتريكال فقيمه كي هو فيكسد من الجنبين فقيمه كي بيساوي نص اي على ال، يبقى كي دي بيساوي اي على ال والخزان ان سيمتريكال، لو هو سيمتريكال فبتبقى كي نص اي على ال. بعد كده لو هو عاد بقى ده في حاله لما يكون فيكسد من ناحيتين، لو حاله فيكسد وهنج فقيمه الكي اللي هو الاستيفنس بيساوي 0.75 اي على ال عندي. بعد ما اجيب الاستيفنس بجيب حاجه اسمها ديستريبيوشن فاكتور. ايه هي ديستريبيوشن فاكتور؟ نسبه التوزيع بيساوي كي على سمشن كي، يعني مثلا كي للبي اي بيساوي ايه؟ بيساوي معلش الديستريبيوشن فاكتور للبي اي اللي على الحيطه بيساوي ايه؟ بيساوي الاستيفنس بتاع الحيطه على مجموع الاستيفنس لجميع الممبرز المشتركه في الجوينت. يعني لو الحيطه مثلا والارضيه عباره عن حيطه واحده وارضيه واحده يبقى كي بي اي على كي بي اي زائد كي بي سي. تمام؟ فاقدر اجيب الديستريبيوشن فاكتور للبي اي. انت لازم تكون عارف ان مجموع الديستريبيوشن فاكتور عند الجوينت بيساوي واحد، يعني لو الجوينت دي فيها 2 ممبر وكان الام الديستريبيوشن فاكتور للبي اي 6/10 يبقى اكيد الديستريبيوشن فاكتور للممبر الثاني على الجوينت هيساوي 4/10، يبقى مجموع الديستريبيوشن فاكتور للممبرز اللي في الجوينت لازم يكون مجموعهم واحد. تمام؟ طيب بعد ما تجيب الديستريبيوشن فاكتور بتحسب حاجه اسمها الفيكسد اند مومنت اللي هي الاف اي ام اختصار للفيكسد اند مومنت، والقيم دي بتحفظها لما يكون عندك ارضيه فيكسد او اي ممبر عندي فيكسد من ناحيتين وعليه لود دبليو، فالفيكسد اند مومنت على الاطراف بيساوي دبليو في ال تربيع على 12، لو هو فيكسد وهنج يبقى طبعا الهنج او الروره بيبقى المومنت عندها فيكسد اند مومنت بزيرو عندها، والجنب الثاني الفيكسيشن هيبقى دبليو في ال تربيع على 8. لو كان عندك اللود نان يونيفورم وزي مثلث
والمثلث ده واخد الشكل كله. لو عندك مثلا ارتفاع اتش وكان المثلث بارتفاع الاتش كله، فقيمه وفيكسد من فوق ومن تحت، فقيمه الفيكسد اند مومنت فوق دبليو اللي عند راس المثلث دبليو اتش تربيع على 30، وتحت عند قاعده المثلث بتساوي دبليو اتش تربيع على 20. لو نفس المثلث ده بس فيكسد من تحت وهنج من فوق، فقيمه طبعا طالما في هنج من فوق يبقى ما فيش فيكسد اند مومنت في المكان اللي فيه هنج. من تحت بقى بيساوي دبليو اتش تربيع على 15. لو هو فيكسد من الناحيتين بس المثلث مش بارتفاع الاتش، بارتفاع جزء من على الاتش، قيمته الاتش على 4، يبقى قيمه الفيكسد اند مومنت فوق دبليو اتش تربيع على 904، وقيمه تحت بيساوي دبليو اتش تربيع على 124. لو انا عندي الحيطه بس او المنبر اللي عندي مثلث بس هو هنج من فوق المنبر ده ومن تحت فيكسد، فقيمه الفيكسد اند مومنت بيساوي دبليو اتش تربيع على 117، وطبعا تنشف في مكان الحدود اللي عندي. اب عارفه احفظ قيمه القيم اللي بجيب منها الفيكسد اند مومنت عندك، وازاي اجيب الاستيفنس والديستريبيوشن فاكتور، عشان في الاخر بعد ما بحسب ده بعمل حاجه اسمها مومنت ديستريبيوشن. ايه هو المومنت ديستريبيوشن عندك؟ وانت بتحسب العزوم اللي بتلف مع عقارب الساعه بتاخدها كلوك وايز، واللي ضد عقارب الساعه انت كلوك وايز، وبتعمل جدول. الجدول ده بتعمل بقى الممبرز اللي عندك على الجوينت، يعني مثلا الجوينت دي فيها جوينت بي، فيها بي اي وعندك بي سي، تيجي للجوينت ايه عليها ممبر مثلا اي بي وبي سي، كل جوينت عليها كم ممبر، ولازم تكون مثلا البي اي جنبها الاي بي. ليه؟ عشان بعد ما بتجيب الديستريبيوشن فاكتور وتحسب فيكسد اند مومنت بتحسب حاجه اسمها البالانسد مومنت، وبعد ما بتحسب البالانسد مومنت تعمل الكاري اوفر اللي هو المومنت يودي النص كل جوينت تودي النص للجوينت اللي جنبيها، وفي الاخر بتحسب الام فاينل. وطبعا ده مش هيتاتى غير انك انت ترجع للمحاضرات القديمه بتاع ستراكشر وتجيب ازاي بنحسب المومنت ديستريبيوشن. ورجائي تهتموا بالموضوع ده جدا، لان ده بالنسبه لكم مهم عشان تقدر تجيب المومنت والنورمال فورس على الخزان، وتقدر تجيب السترينج اكشن وتعمل ديزاين للخزان. عشان نفهم ده اكتر هنبدا ناخد اكزامبل. المره دي الاكزامبل رقم 2 عباره عن اوبن شانل وذ توب هوريزونتال بي. طالما اوبن شانل وذ توب هوريزونتال بيم يعني في هوريزونتال بيم فوق، تمام. خزان اوبن شانل وذ توب هوريزونتال بيم عرضه 4 متر وارتفاعه 4 متر، وعايز يحسب البندنج مومنت والنورمال فورس. هنحسب دبليو 1 اللود اللي على الحيطه بيساوي 0 عند نقطه A، وعند نقطه B بيساوي جاما ووتر في اتش، يبقى 4 اللي هي اتش في قيمه جاما ووتر 10 هيطلع 40 كيلو نيوتن لكل متر داش لما باخد الاستيرب اللي تمثل الحيطه والارضيه اللي عندي. هاجي للارضيه، الارضيه بيساوي دبليو 2 بيساوي دبليو 1 زائد تي فلور جاما كونكريت. دبليو 1 بيساوي 40 زائد تي فلور لو فرضها ب 25 سم يعني بوينت 2.25 متر في جاما كونكريت 25، فهتلاقي القيمه دي عباره عن 26 وربع. اللي عملته كده وحطيت اللود وخدت الاستيرب، ده اول خطوه بعملها في اي خزان ان انا بحسب اللود اللي على الخزان. بعد ما بحسب اللود اللي على الخزان عايز اجيب السترنج اكشن، عايز اجيب البندنج مومنت والنورمال فورس عشان اصمم السكاشن. هبص الخزان ده طالما فيه هوريزونتال بيم من فوق يبقى ده اتحول استاتيكال اندي تيرمن، فعشان احله لازم اجيب المومنت ديستريبيوشن. بجيب المومنت ديستريبيوشن ازاي؟ انا عندي الخزان ده سيمتريكال، يبقى بالتالي انا ممكن استخدم النص بس اللي هو من A ل B ونص الخزان في الارضيه، تمام. وكمان جوينت بي دي ما عليهاش الا تو ممبر بي اي وبي سي، يبقى كده جوينت بي عليها تو ممبر بس، تمام. اول حاجه بجيب ايه؟ بجيب الاستيفنس. الاستيفنس اللي هو كي، كي مين؟ كي بي اي وكي بي سي. طب كي بي اي عباره عن ايه؟ عباره عن فيكس، دايما جوينت بي فيكسيشن. حتى انا بقول لك احنا بننفذ بنعمل ايه؟ بنجيب بننفذ الارضيه ونطلع منها اشير، وبعدين ربط الاشير بتاع الارضيه في الحيطه، وبالتالي جوينت بي اللي على الحوض، خلي بالك السبورت اللي من تحت ده معناه بس ده من تحت اللي هو بعد الحيطه والارضيه، السبورت ان هي بفهم ان الحيطه شايله الارضيه في اتجاه الكاميرا او زي شكل كاميرا مقلوبه معايا، ومنها يجلب على العمود اللي عندي. لكن لو انا بصمم الحيطه والارضيه فهم كلهم وحده واحده، باخد استيرب واحد، بيبقى في فيكسيشن ما بين الحيطه والارضيه عندي. فجوينت بي بالنسبه للحوائط والارضيات هي جوينت فيكسيشن، تمام. يبقى بالتالي عندي لما اجيب الاستيفنس للكي بي اي بيساوي 0.75 اي على اتش، يعني 0.75 اي على 4. ليه ضربت 0.75؟ لان هو هنج في نقطه A وفيكسد عند نقطه B، تمام.
طيب لو عايز اجيب الكي بي سي هلاقي الكي بي سي هو اصلا سيمتريكال وهو فيكسد من عندي بي وفيكسد من عندي سي، يبقى قيمه الاستيفنس بيساوي نص اي على ال، يعني نص اي على 4. يبقى كده انا جبت الاستيفنس بتاع البي اي وجبت الاستيفنس بتاع البي سي، بس الاستيفنس بتاع بي اي ضربتها ب 0.75 عشان هو فيكسد هنج، والاستيفنس بتاع البي سي ضربتها ب 0.5 عشان هو سيمتريكال في النص. تمام، بعد ما جبت الاستيفنس بجيب الديستريبيوشن فاكتور. الديستريبيوشن فاكتور اللي هو بنختصرها دي اف، يبقى الديستريبيوشن فاكتور للبي اي بيساوي ايه؟ كي بي اي على سمشن كي للجوينت بي. تمام، الكي بي اي عباره عن ايه؟ 0.75 اي على 4. طب ايه السمشن الكي للجوينت بي؟ ما الجوينت بي عباره عن عليها ايه؟ 2 ممبر بي اي وبي سي، يبقى كي بي اي زائد كي بي سي يعني 0.75 اي على 4 زائد نص اي على 4. فلما احسب الديستريبيوشن فاكتور للبي اي هلاقيه 6/10. انا عارفه ان جوينت بي دي اجمالي الديستريبيوشن فاكتور للجوينت لازم يساوي 1، فلو عندي الديستريبيوشن فاكتور للحيطه بي اي 0.6 يبقى اكيد الديستريبيوشن فاكتور للبي سي للارضيه هيساوي بقيه الواحد اللي هو 4/10. جبت الديستريبيوشن فاكتور للبي اي وبي سي، هي نسبه التوزيع اللي هوزع بيها. ناقصني ايه تاني؟ اجيب الفيكسد اند مومنت للبي اي والفيكسد اند مومنت للبي سي. لما ابص للفيكسد اند مومنت للبي اي هلاقيه عباره عن ايه؟ عباره عن هو المثلث من جوه، يبقى التنشن من جوه، يبقى التنشن من جوه، يبقى الشد من جوه الخزان. يبقى كده لما ابص على البي اي واشوف هو بيلف المومنت ازاي، موجود عندك في السلايد على ايدك اليمين في الاخر خالص اللي هو شكل المومنت هو بيلف، هتلاقيه بيلف مع عقارب الساعه. واحنا متفقين ان في حاله المومنت ديستريبيوشن اللي بيلف مع عقارب الساعه هاخده بوزيتيف، واللي بيلف عكس عقارب الساعه هاخده نيجاتيف. يبقى بالتالي الفيكسد اند مومنت للبي اي بيساوي بوزيتيف دبليو اتش تربيع على 15. طب ليه دبليو اتش تربيع على 15؟ لو بصيت في السلايد اللي عدت واحنا بنقول لك شوف الفيكسد اند مومنت، هتلاقيه لو هو عنده مثلث بارتفاع الخزان كله وهو فيكسد عند جوينت بي وهنج عند نقطه ايه، فقيمه الفيكسد اند مومنت للبي اي بيساوي دبليو اتش تربيع على 15. دبليو اللي هو 40 في اتش اللي هو 4 تربيع على اتش تربيع على 15، فقيمه الفيكسد اند مومنت للبي اي هتطلع بوزيتيف 42.67%. لو عايز اجيب الفيكسد اند مومنت للبي سي هلاقيه هو اللود فين؟ اللود من جوه الخزان، يعني بالنسبه لجوينت بي بيعمل ايه؟ بيعمل تنشن من جوه، يعني بيلف ازاي؟ يعني بيلف عكس عقارب الساعه، يبقى عشان كده الفيكسد اند مومنت البي سي بيساوي سالب. طيب قيمته بقى بيساوي ايه؟ دبليو ال تربيع على 12. ما انا كنت مديلك لما يكون عندك ديستريبيوتد ويونيفورم وفيكسد من الجنبين، فقيمه الفيكسد اند مومنت عند اي جوينت فيهم بيساوي دبليو ال تربيع على 12. دبليو ب 46.5 وال ب 4، يبقى ال تربيع ب 4 تربيع على 12 وسالب عشان هو بيلف عكس عقارب الساعه. يبقى كده جبت الفيكسد اند مومنت البي سي طلع 61.67% نيجاتيف. بعد ما جبت الفيكسد اند مومنت للبي اي والبي سي وجبت الديستريبيوشن فاكتور للاثنين، هعمل الجدول. ايه الجدول؟ انا عارفه ان المومنت عند جي بي اي بيصيره ليه؟ لان دينج وعند الخزان سيمتريكال. يعني ايه سيمتريكال؟ يبقى بالتالي الاي والدي ضايعين لانهم هنج، وعندي البي والسي سيمتريكال، فممكن اخد جوينت واحده واطلع المومنت اللي عليها، والمومنت اللي عليها زيه زي المومنت اللي على الجوينت اللي قصادها في السيمتريه. تمام، طيب هاجي عندك لما تيجي تعمل مومنت ديستريبيوشن، فعندك الجوينت بي الممبر اللي على الجوينت دي عباره عن بي اي وبي سي. بعد ما اجيب الممبر بجيب حاجه اسمها مكتوبه الديستريبيوشن فاكتور اللي احنا حسبناه في السلايد اللي عدت. الديستريبيوشن فاكتور للبي اي 6/10، الديستريبيوشن فاكتور للبي سي 4/10. خلاص انا جبت الفيكسد اند مومنت للبي اي طلع بوزيتيف 42.67% لانه بيلف مع عقارب الساعه، والبي سي سالب 61.67% لانه بيلف عكس عقارب الساعه. بعد ما جبت الفيكسد اند مومنت والديستريبيوشن فاكتور بعمل ايه؟ طيب هو المومنت على البي اي 42.67 والمومنت على البي سي 61.67%، وده ما ينفعش. ليه؟ لان جوينت بي متزنه. يبقى معنى كده ان ال 61.67% دي لازم تدي شويه للبي اي عشان في الاخر يطلع مومنت الام فاينل واحد، هتديها بنسبه ايه؟ بنسبه الديستريبيوشن فاكتور. طب انا اعمله ازاي؟ انا اجمع 42.67% مع ال 61.67% اللي هي بالسالبه دي، فتطلع قيمه المحصله سالب 19 وكسر. تمام؟
انا بقى البالانسد مومنت عباره عن ايه؟ المومنت اللي عكسه، يعني لما جيت حسبت سمشن اللي موجود للفيكسد اند مومنت طلع سالب 19، يبقى البالانسد مومنت بوزيتيف 19 وكسر. لما اضرب ال 19 بوزيتيف 19 وكسر دي في الديستريبيوشن فاكتور للبي اي يديني البالانسد مومنت للبي اي. يعني لما اضرب 19 وال و 19 هي 19 عندي في بوينت 6 هيطلع لك 11.4. وليه بوزيتيف؟ لان البالانسد عكس المومنت اللي موجود عشان يعمل بالانسد. تمام. فانت عندك الفيكسد اند مومنت للبي اي 42.67، والفيكسد اند مومنت للبي سي سالب 61.67. الفرد مجموعهم بيساوي كام؟ بيساوي سالب 19. يبقى البالانسد مومنت بوزيتيف 19، اضربها بالديستريبيوشن فاكتور 6 من 10 يديني قيمه البالانسد مومنت للبي اي، اضربها بالديستريبيوشن فاكتور 4 من 10 يديك بالانسد مومنت للبي سي. بعد ما جبت البالانسد مومنت لما جمع الفيكسد اند مومنت والبالانسد مومنت هتلاقي قيمه الام فاينل على 2 54.07. وده اسهل انواع الخزانات في حاله المومنت ديستريبيوشن. ليه؟ لانه عباره عن جوينت واحده، فبعد ما بتعمل بالانسد مومنت مره واحده تلاقي وصلت الام فاينل. لكن لما بيكون كذا جوينت والجوينت فيها كذا ممبر، لا ما ينفعش بالانسد مومنت بس، ده انت بتعمل حاجه اسمها كاري اوفر، وبعد ما تجيب الكاري اوفر بتعمل ري ديستريبيوشن تاني، وتفضل تعيد الموضوع ده اكتر من مره لحد ما توصل للام فاينل اللي هي على الجوينت مجموعها لجميع الممبر على الجوينت في الاخر يساوي صفر. يعني لو البي اي 54.07 لازم البي سي تبقى سالب 54.07، وكده انا عملت بالانسد للجوينت، وبيجي المومنت اللي على الحيطه والمومنت اللي على الارضيه. وكده هو ده وظيفه المومنت ديستريبيوشن، ان الام الفيكسد اند مومنت بدل ما كانت 42.67 انا طلعت الام انت فاينل 54.07، خدت من الكبير عديت الصغير عشان في الاخر يعمل اتزان للجوينت عند نقطه بي. تمام. يبقى انا كده جبت الام فاينل. بعد ما جبت الام فاينل اطبق الاكوليبيوم اكويشن. ليه اطبق الاكوليبيوم اكويشن؟ عشان انا بعد ما اجيب البندنج مومنت محتاجه النورمال فورس، وعشان اجيب النورمال فورس اللي على الارضيه لازم اجيب الفيكس الشيل اللي على الحيطه، وعشان اجيب النورمال فورس على الحيطه لازم اجيب الشيل على الارضيه. تمام. هل ده بس كافي؟ لا، انا محتاجه كمان عشان اطبق معادلات الاتزان على الحيطه عشان اجيب الار اي. مين هي الار اي ده؟ الار اي ده الرياكشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن اللود اللي شايلاه الهوريزونتال بيم. يبقى انا كمان لما كنت بقول لك وانت بتصمم، انت مش هتصمم حوائط وارضيه بس، ده انت تصمم حوائط وارضيه، وكمان هتعمل سبورتات تصممها. فانت بالتالي محتاج انك تصمم الهوريزونتال بيم اللي حاططها من فوق. طب الهوريزونتال بيم ده هصممها ازاي؟ هصممها بناء على اللود اللي هو ار اي، اللود اللي على الهوريزونتال بيم اللي عندي. وخلي بالك الهوريزونتال بيم دي بيجي كل مسافه كده يحط لها طاي طاي طاي. ايه وظيفه الطاي ده؟ كانه سبورت للهوريزونتال بيم. يعني انت طبعا لما بتصمم كاميرا سمبل بيم فبتصممها عباره عن دبليو ال تربيع على 8، فبتطلع المومنت كوفيشنت في ال، فهيطلع المومنت كبير ويعمل الديزاين كبير. طب افرض الخزان ده في الاتجاه العمودي كان 50 متر، اجي اصمم الهوريزونتال بيم اقول دبليو في ال اللي هي 50 متر تربيع على 8، ده هيطلع الهوريزونتال بيم تصميمها كبير جدا. فانا بعمل حاجه اسمها طاي. ولو بصيت حتى عندك في السلايدات اللي عدت في الاوبن تشان ويز هوريزونتال بيم هتلاقي محطوط طاي 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 سبورت، والسبورت ده عباره عن الطاي. طب هو الطاي عمل ايه؟ بيجي سبورت للبيم، فبيجي سبورت في البيم، فبيجي كسم البيم نفسها ل ال لكونتينوس كذا ال، وبيجي المومنت اللي عندي دبليو ال تربيع على 12 وعلى 24، وبيجي تصميم الهوريزونتال بيم تصميم من مومنت عليها جل. يبقى بالتالي وجود الطاي ده كسم الهوريزونتال بيم لكذا مسافات صغيره، فيطلع المومنت اللي على الهوريزونتال بيم صغير وانا بصمم. وده هنعرفه بالتفصيل لما نيجي نصمم هوريزونتال بيم فيما بعد. لكن اللي عاوز اوصل له ان انت بتحتاج الار اي. طب اجيب الار اي ازاي او الار بي ازاي؟ يبقى انت عايز الار اي وعايز الار بي. تمام. محتاج الار بي لان ده شير على الحيطه هيجي بنور مع الارضيه. محتاج الار اي عشان ايه؟ اول حاجه زي ما قلت لك عشان اصمم الهوريزونتال بيم دي، فمحتاج اللود اللي على الهوريزونتال بيم، واللود اللي على الهوريزونتال بيم ده هو قيمه الار اي. النقطه الثانيه، وانت بتشوف البيننج مومنت نتيجه وجود الهوريزونتال بيم، لو بصيت حتى في السلايد على ايدك اليمين من تحت هتلاقي المومنت السحب لبره. طب قيمه السحب لبره ده في حاجه اسمها ماكسيمم بوزيتيف بيننج مومنت، يعني هو من جوه نيجاتيف اللي هو على الخزان من جوه. طب ما هو سحب معاك لبره، طب هو اقصى قيمه في اللي سحبها من بره كام؟ وعلى مسافه كام؟ عشان انا لازم اصمم الخزان ده
عشان ليه اصمم الخزان كده؟ عشان اصمم الخزان ده عشان اطلع حديد التسليح اللي في الشبكه اللي من بره للحيطه اللي عندي. مش الحيطه دي فيها شبكه من بره وشبكه من جوه، الشبكه اللي من بره في مومنت قيمته اللي هو قيمه المومنت الماكسيمم بوست بيندنج مومنت عشان اجيب الشبكه اللي من بره. طب والشبكه اللي من جوه؟ هصمم السكشن اللي هو البيندنج مومنت اللي عند جوينت بي ده والنورمال فورس اللي عليها، واصمم شبكه الحديد اللي من جوه. وبالتالي انا عايز اجيب قيمه الماكسيمم بوست بيندنج مومنت ده على بعد كام وقيمته كام. فعشان اجيب القيمه دي اللي هي عندك في السلايد على ايدك اليمين اللي قيمتها 14.22% دي اللي قيمه الماكسيمم بوست بيندنج مومنت، وعلى مسافه 1.62% دي هو ده المسافه اللي عندي. عشان اجيب ده فبجيب حاجه اسمها الزيرو شير. تمام، الزيرو شير دي اللي هي ايه؟ الزيرو شير دي اللي بيحصل عندها الماكسيمم بوست بيندنج مومنت، وهنشوف هنجيبها ازاي. يبقى اول حاجه انا باخد الحيطه بعد ما جبت الام فاينل اللي عندي و بطبق عليه معادله الاتزان. بيجي عندك الام فاينل 54.07، وعندي اللود اللي هو قيمته 0 عند نقطه A، وعند جوينت B 40. ممكن احوله للكونسنتريتد. الكونسنتريتد ده بيساوي نص القاعده في الارتفاع، يعني نص 40 في 4، وبيأثر على بعد 4 على 3 من القاعده من B تحت. يبقى انا جبته حولته للكونسنتريتد وعرفت بعده عن قيمه B. تمام، طيب بيجي عندك عندك مومنت وعندك اللود الكونسنتريتد، وانت عارف انت عندك فيكسيشن عند بي. يبقى بالتالي في تلات في رياكشن ار بي، وفي رياكشن كمان في اتجاه واي. مش مهم عندي اللي في اتجاه واي، انا يهمني اللي هو الار بي اللي هو الشير على الحيطه عشان يقلب على الارضيه، لان ما عنديش لود راسي، انا اللود عندي افقي فقيمته بصفر. فبيهمني بس الار بي، فعشان اجيب الار بي هاخد المومنت حوالين نقطه ايه. فلو خدت المومنت حوالين نقطه ايه هقدر اجيب قيمه الار بي. يبقى الار بي في مسافتها 4 ناقص ال 54.07 ده المومنت وما بتضربش في مسافه، ناقص ال 80 اللي عندي اللي هو قيمه الكونسنتريتد لود في بعدها عن نقطه ايه عباره عن 2 على 3 في 4 يعني 8 على 3. يبقى هقدر اجيب قيمه الار بي. بعد ما جبت الار بي هطبق المعادله الثانيه لمعادلات الاتزان على الحيطه اللي هو سمشن القوه في جي اكس، فهقدر اطلع الار اي. طلعت قيمه الار اي 13.15%. يبقى قدرت اجيب الار اي وقدرت اجيب الار بي. الار بي اللي هي قيمتها 66.85%، ده الشير على الارضيه على الحيطه هيجلب نورمال على الارضيه. عشان كده لما بترسم النورمال فورس دياجرام فقيمه النورمال على الارضيه هتلاقيه في السلايد على ايدك اليمين من تحت 66.5. تمام، طيب كمان بيجي عندي المومنت اللي على الجناب على الجوينت بي وعلى الجوينت بي 1، وعندي اللود اللي على الارضيه 46.5. لو جبت 46.5 في 4 على 2 هيديني قيمه شير قيمته 92.5. الشير اللي على الارضيه ده هجلبه نورمال على الحيطه، فعشان كده النورمال على الحيطه قيمته بزيرو من فوق وقيمته من تحت 92.5، وده تاتى من قيمه الشير على الارضيه جلبته نورمال على الحيطه ويبقى تنشن. تمام، يبقى انا كده رسمت البندنج النورمال فورس دياجرام. طب والبندنج مومنت دياجرام، انا عارفه ان قيمه البندنج مومنت دياجرام عند جوينت بي بيساوي 54.07. ناقصت حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ اجيب الماكسيمم بوست بيندنج مومنت عندي، وكمان ناقصني ان انا اجيب قيمه البرابره بعد ما تنزل واطرح منها ال 54.07 هيديني قيمه الابسولوت كام اللي هو السكشن اللي في النص في الارضيه. طب هجيبه ازاي؟ انا عارفه ان قيمه المومنت اللي على الحيطه 54.07 لام فاينل هو بعينه اللي على الارضيه عند جوينت بي 54.07 وشد من جوه. بعد كده هاجي في النص، انا عندي اللود من فوق لتحت اللي هو دي دبليو 2 قيمته 46.5، فلما احسب البرابره هتبقى ده 46.5 في ال اللي هي 4 تربيع على 8، فيطلع 46.5 في 2 يعني حوالي 92.5. دي قيمه الدروب كله. طيب عايز الابسولوت، الابسولوت بيساوي كام؟ 92.5 ناقص المومنت اللي جوه الخزان 54.07 اللي على الارضيه، يديني قيمه الابسولوت لما احسب 92.5 ناقص 54.07 هيديني القيمه دي 38.43%. يبقى انا كده جبت المومنت اللي في النص. ناقصني المومنت فين؟ الماكسيمم بيندنج مومنت. عشان اجيبه قلنا بنحسب الزيرو شير. طب نحسب الزيرو شير ازاي؟ بنيجي نفرض ان قيمه الزيرو شير واللي هو عنده ماكسيمم بوست بيندنج مومنت على مسافه اكس من نقطه A. طيب مسافه اكس من نقطه A وابدا اشوف لو انا فرضت على مسافه اكس من قيمه A
طب قيمه اللود الديستريبيوتد نان يونيفورم على مسافه اكس هيبقى على قيمته كام؟ هجيبها بالنسبه والتناسب، اكس على 4 بيساوي واي اللي قيمه الديستريبيوتد على مسافه اكس، قيمه الديستريبيوتد لود على مسافه اكس على الديستريبيوتد لود الكلي عند البي اللي هو قيمته 40، يبقى اكس على 4 بيساوي واي على 40. هقدر اطلع قيمه الديستريبيوتد على ارتفاع اكس هيطلع ب 10 اكس. تمام، بعد ما اجيب قيمه ال 10 اكس كده هبدا اجيب ايه؟ هطلع قيمه الاكس دي بقيمتها بكام. فلو طبقت معادلات الاتزان اللي هي عندها زيرو شير، زيرو شير يعني معناها زيرو شير يعني معناها ايه؟ يعني معناها ار اي ناقص محصله المثلث اللي مقشر عندك ده بيساوي زيرو، يبقى ار اي ناقص نص اكس في 10 اكس حولته كونسنتريت في اكس كمان في نص اكس في 10 اكس بحولته كونسنتريت، يبقى كده جبت سمشن كوفيت جي اكس، يبقى ار اي ناقص اكس في 10 اكس على 2 يعني نص اكس في 10 اكس. تمام، ما انا حولته كونسنتريت بيساوي زيرو، فهطلع قيمه الاكس، هتطلع قيمه الاكس 1.62، جت منين 1.62؟ طبقت معادلات الاتزان على عند الزيرو شير اللي على مسافه اكس من الجوينت اللي عندي، فيبقى ار اي ناقص المثلث بيساوي زيرو، المثلث ده بحوله كونسنتريتد يبقى نص اكس في 10 اكس واساويهم بالصفر، فطلعت قيمه الاكس 1.62. خلاص عرفت قيمه الاكس، اقدر اجيب المومنت اللي عند الزيرو شير اللي هو على مسافه 1.62، قيمه المومنت ده اللي هو الماكسيمم بيندنج مومنت بيساوي ايه؟ بيساوي خد المومنت عند اكس، يبقى المومنت بيساوي ار اي في مسافتها، ار اي 13 وربع في مسافتها 1.62 اللي هي اكس ناقص الكونسنتريتد اللي هو نص اكس في 10 تمام في بعده عند نقطه على مسافه اكس اللي هي اكس على 3. فلما احسب ده هيديني قيمه الماكسيمم بوست بيندنج مومنت اللي طلع 14.22. يبقى كده قدرت ارسم البيندنج مومنت دياجرام والنورمال فورس دياجرام اللي عندك في السلايد على ايدك اليمين، جبت ماكسيمم بوست بيندنج مومنت على الحيطه فين، جبت المومنت في نص الارضيه ازاي، جبت النورمال فورس على الحيطه والارضيه. مهم جدا تفهم ده، لان هتلاقي وانت بتصمم جميع الخزانات هتلجا للمومنت ديستريبيوشن وهتحسب الزيرو شير وهتشوف الزيرو شير فين والماكسيمم بوست بيندنج مومنت والنورمال فورس. فمهم انك تعرف ده، والرجاء اللي مش عارف يحسب ازاي يعمل مومنت ديستريبيوشن يرجع لي للاستراكشر ويشوف يحسب المومنت ديستريبيوشن ازاي ويفهمه كويس، لان هو ده اساس تصميم الخزان، سواء خدنا الفيديو سواء خدنا ريستد سواء خدنا اندر جراوند سواء خدنا اي حاجه، لازم في الاول هتجيب سترينج اكشن، وعشان تجيب سترينج اكشن اللي هو البيندنج مومنت والنورمال فورس لو كان ستاتيكال انديتيرمان لازم هتحله بالمومنت ديستريبيوشن ميثود. فيا ريت كلنا